هنكمل صبايا بفيديو رقم 7. صرنا حطينا لينير تشين، عنا 4 برانشز. اذا بلشنا الرقم من هالميلي 1 2 3، حيكون عندي 4 4 5 5. اذا بلشنا من هون 2 2 3 3، اكيد هيدا الاقرب، الترقيم الاقرب الاصغر، بصير عندي 2 2 3 3. عندي ريبيتيشن لتترا مثل هيكسين. تاني وحدة كمان بنتبه هون C2H5، هيدي اذا بدي قيمة هي عبارة هون عنها C2H5 مرتين C2H5، يعني هي كبرانش هيدي منا CH2. بدي انتبه مرقت قبل وحدة هون CH2، هيدي linear، اوكي، انه CH2 بقلب chain، بينما C2H5 هي عم تكون ethyl، اوكي. لكن اذا بتشوف اللونجست تشين انا 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6، كيف ما عم بيمشي عم بيكون 6. بدي فتش على عنده مور برانش 1 2 3 4 5 6، بيكون عندي هودي البرانشز. سو لينير تشين هو الهيكزين، البرانشز هن مثل مثل اثل اثل، C2H5 يعني CH2 CH3. إذا بيجي للنمبرينج بلشنا من هون 1 2، بكون على 2 2 مثل 2 مثل، كمان 2 مثل، 3 إثل و 3 إثل. إذا بلشنا الرقم من هالميلي 1 2 3 4، يعني على 4 عندي إثل، على 4 إثل، 5 مثل، 5 مثل. أكيد رح ننقي هيدا الترقيم 2 4 3 5، هيدا رح ننقي. طيب وين عندي repetition؟ هيدا وهيدا 2 2 داي مثل و 3 3 داي إثل، بس أنا بالألفابيتيكال أوردر الـ E قبل الـ M، ما بياخد الـ داي و تراي. طيب بصير عنده 3 3 داي إثل، 2 2 داي مثل، كلها هيكزين. كمان نفس الشي تحت 1 2 3 4 5، هيدي عم تكون كيف ما مشينا 1 2 3 4 1 2 3 4 5. اوكي بلشنا ترقيم 1 2 أو 1 2 3، أكيد هيدا الأقرب، بصير عندي 2 3 داي مثل 1 2 3 4 5 بنتين. أوكي كمان هيدا رح نرتبها بطريقة تانية. CH3 C، هيدي برانشت، اوكي، بنحطها CH3 C2H5 يعني CH2 CH3 أو C2H5، خلص بخليها سنة حافظينها انه هي إثل. C كمان هيدا برانش CH3 CH3 CH3. هون حنقل longest 1 2 3 4 1 2 3 4 5، هيدا الأطول. هلأ إذا بدنا نجي نرقم البرانشز هن دايما بحطهم بي سيركلز، أوكي، ليش نرقم من هيدي الميلة 1 على 2 عندي مثل، على 2 كمان مثل، على 3 كمان مثل، وعثري مثل. إذا هنا الرقم من هالميلة بنتبه هيدا 2 كاربون، أوكي، أو إذا بدي قلو CH2 CH3 متابتكم. بلش الرقم 1 2 على 3 مثل، 3 مثل، 4 كمان مثل، 4 مثل. سو انا من رح نقي هون اكيد رح نقي 2 3 هالترقيم الاصغر. عندي repetition
يلا 2 2 3 3 أربعة، يعني تترا مثل 1 2 3 4 5 long chain، 5 يعني pentane.